في وسط هذه الأيام يوم الجمعة أو يوم السبت، ولا بد يقع فيها طبعا، فتصوم ضمن هذه الأيام وصيام جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما لقاها صائمة يوم الجمعة قال لها صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال تصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال افطري. عشان كده يوم الجمعة ما يجوز صيامه لو كان مفردا، مفرد براو ما يجوز صيامه، أما من ضمن الأيام التسع من ذي الحجة يجوز صيامه. طيب السؤال الثاني يقول إذا وقع العيد يوم الجمعة فهل تجي صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ وهل يصلي بدلا من 4 ركعات؟ طيب العيد إذا وقع يوم الجمعة تبقى صلاة العيد واجبة، يصليها الإنسان واجبة صلاة العيد، أما صلاة الجمعة فتكون سنة ما واجبة عليه. إذا شهدت العيد ما واجبة عليك بعد ذلك صلاة الجمعة، وتصليها في بيتك ظهر عادي 4 ركعات، تمام؟ أما بالنسبة للإمام العلماء اختلفوا في وجوبة على الإمام، والراجح تجب على الإمام يقيم الجمعة بالنسبة للإمام واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون، يعني هو حيصلي الإمام، بعد ذلك من استطاع أو من أراد فليصلي معنا، والإنسان ما دار يجي يصلي كسنة يصلي في البيت 4 ركعات، لكن ما يجوز تصلى في المسجد الظهر، المسجد الجمعة تكون قائمة، الجمعة تكون قائمة في المسجد ويصليها الإمام، لكن بالنسبة لبقية المصلين هي سنة. طيب متى يبدأ التكبير في أيام الحج لغير الحاج؟ وماذا عن صفته؟ هل يكون جماعيا وزمنه وعدده؟ طيب التكبير يبدأ من الأيام، من أيام ذي الحجة، كان ابن عمر رضي الله عنه يكبر في السوق ويكبر الناس بتكبيره، يكبر الناس بتكبيره يعني بيسمعوا كبر بيكبروا مش مع بعض، مع بعض دي الصحيح، الصحيح إنما مع بعض يكبر دبراو 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 حتى يرتج السوق. أيام العشر الأول من ذي الحجة كل أيام تكبير، كل الإنسان يكبر لحد اليوم الرابع من العيد، يعني يوم العيد يوم النحر ذاته وثلاثة يوم بعده، دي كلها أيام تكبير ليذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وصيغة التكبير معروفة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، 2 2 وبعديها أو 2 و3 وبعديها، كلها صيغ واردة. طيب سؤال الأخير قال هل يجوز رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد؟ وكم عددها؟ وماذا يفعل من فاتته ركعة؟ طيب رفع اليدين في صلاة العيد كان بيرفع ابن عمر، بيرفع يديه مع أي تكبيرة، بيرفع يديه مع كل تكبيرة ابن عمر، وكان ابن عمر من أشد الصحابة تحريا للسنة، لكن ابن عبد البر عليه رحمة الله يقول والصحيح إنه الإنسان ما يرفع يديه، هذا الراجح، ولو رفعت صحيحة كويس، لكن الراجح ما ترفع يديك تكبر من غير رفع يدين، قال لأنه لو فعل لنقل، يعني لو عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة نقلوا وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أسر عن ابن عمر رضي الله عنه، فما ترفع يديك، كبر من غير رفع يدين. والتكبيرات في الركعة الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، 7 بتكبيرة الإحرام، والركعة الثانية 5 بتكبيرة القيام، لما تقوم انت الله أكبر دي واحدة، ثاني بعديها 4 5 وفي الأولى 7، لو فاتتك ركعة تقضيها قضاء أو تتم الصلاة إتمام، تقوم وتجيب الركعة الثانية ب4 تكبيرات كما هو معروف. كده انتهت الصلوات، الأحكام اللي بتتعلق بمسائل العيد.
ده كل العيالات كل القنادي لو مشرك الله ما بيقبل منك ولا حاجه من دي. شفت ده كلين الاحكام دي ودي معلومه اهم من ده، وان كان دي مهمه كلها لكن اهم من ده ان تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، وده اساس الدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه اي زول فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله قال لك الناس اللي بتنادوهم ذيل ما يملكوا كشف الضر عنكم، ما بيكشف عنك حاجه ولا تحويلا، ما بحول الا زول ثاني. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. العبد يعبد الله مش يعبد الشيوخ ولا تعبد بصلع البيايده، ده ما عنده حاجه. الغريبه في حلقه في السوق العربي ماسك حامد الزول العبيد ضاك ده جا قال لهم الشيوخ بينفعوا وبيضروا، اول ما انتهت الحلقه فرش لهم مصلايه في الواطه زي ده هسه بيشحت في الجماعه، تعالوا هنا جيبوا 5 جنيه واحد خد 10 جنيه بيشحت فيهم. طيب انت ما قلت الشيوخ بينفعوا وبيضروا، خليه ينفعوك انت، ده انت طيب تاكل في حق الناس، طيب تلقط في القروش من الناس تقول الشيوخ بينفعوا وبيضروا. يا كذابين يا دجالين يا صوفيه كلام فارغ، لا ينفعك لا يضرك لا يملك لك حاجه، كلهم ده العبيد ضعفاء، الخلق كلهم ضعفاء. ربنا قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، إيه شاء يذيبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. دوره منها ثاني، الزمن ما بيقضي ان شاء الله لبقيه الاسئله، الناس تجهز للدرس بتاع الشيخ شهاب وجزاكم الله خير.